السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام سي دكتور كريمان. حياك الله مولاي. كي داير بخير لاباس عليك؟ الله يبارك فيكم اسيدي. شي مزيان وليدات. نحمده تعالى ونشكره. العائلة. الحمد لله الشكر لله. أولا على البرنامج هذا وكنشكر أخ سي سامية. مرحبا مولاي. الله يبارك فيك الله يبارك الدكتور كدعي معايا شي دواء الخير وبغيت المستمعين كل المسلمين يا رحمن يا رحيم كدعي لي مع الوالدة عيانة شي شوية يا ربي يا كريم كنشكرك الدكتور على نظر برنامج العفو مولاي العفو سي جواد بارك الله فيك اخويا بارك الله فيك صراحة استفدنا منك كثير استفدنا من البرنامج هذا كثير بارك الله فيك سيدي شكرا شكرا سي جواد كنشكرك على المشاركة ديالك وان شاء الله سي جواد غتبقى معنا ختام الحلقة كنديروا دعوة شاملة وان شاء الله تكون لك فيها أوفر النصيب ونسأل الله تعالى أن يكرمك بكرمه ويجود عليك بجوده السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله سي جواد أنت عندك واحد الاسم اللي هو من أسماء الله الحسنى الجواد دائما قول في دعائك اللهم أكرمني بكرمك وجود علي بجودك فإذا جاد عليك الله تعالى أعطاك من الخيرات ما الله بعليم حتى يقال بأن في أصحاف الأعراف اللي تكلمنا عليهم دابا اللحظة تكلمنا على أهل الأعراف اللي كيتسموا مساكين أهل الجنة سورة الأعراف كلها وهي من المفصل ربي تكلم فيها بالضبط بغي يركز لنا على هذه الصفة من الناس اللي هم خلطوا عمل صالح مع عمل سيء يسمى الأعراف ويقال بأن من اللي غيجتمعوا فيما بينهم ذاك اللي غيكون فيهم فقير ما عنده ولو عنده حسنة وحدة واحد عنده تقريبا عدد الحسنة قال الله تعالى سير قلب على حسنة باش نضبط لك الميزان انت عندك حسناتك فاقت سيئاتك سير قلب على حسنة اضبط لك الميزان فذهب يبحث عن حسنة عند الاقارب والاحباب في ذلك المقام الرهيب حتى واحد ما اعطاه وكلهم تمسكوا بما عندهم حتى غلق على عتبة باب النار رجل اللي ما عنده التعامل صالح سوى حسنة واحدة فقط لقاه كيقلب وكيجول هنا وهناك قال لي يا فلان ماذا تحتاج إليه قال لي أنا محتاج إلى حسنة ربي قال لي عملك السيء فاق عملك الحسن حسنة واحدة نبط لك بها الميزان ومشيت عند العائلة وعند الأحباب وعند المؤمنين وحتى واحد معطاني واحد اللي بقى عندي هو يقول لي ذاك الرجل اللي هو من أهل الأعراف واللي هو دي غير الذنوب حسنة وحدة اللي عنده قال لي شوف راهي اللي عندي خوضها انتفع بها لعل الله يرحمك أما أنا ربي اللي ما غندير والو فلما أخذ الحسنة ذهب يده يقول يا رب لقد عثرت عليها فسأله الله تعالى وهو أعلم به قال لي من أعطاك هذه الحسنة قال لي أعطاها لي واحد من أهل الأعراف هو الأخر في الصف الأخير على عتبة النار لا يملك من الحسنات سواها كل سيئات وحدة اللي عنده هو اللي أعطاها لي الأخرين عنده كثير وزهدوا فقال له الله تعالى أيجود عليك وأنا الجواد أيجود عليك وأنا الجواد أدخل أنت وهو الجنة بجودي ورحمتي فيدخل الجنة برحمة الله وجوده وكرمه اسم الجواد اسم عظيم دائما أنصحك يا أخي الفاضل نادي به المولى في مناجاتك يا جواد يا كريم فإذا أعطاك أدهشك أسأل الله الواحد الأحد أن يشافي الوالدة ويشافيك ويشافي جميع أفراد العائلة ويمتعكم بالصحة والعافية والخير في الدنيا والآخرة اللهم أمين يا ربي يا كريم
السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.